علاش عملتلكم تحبوا تركبوها لي ومشاكلكم والله لا يمتعي نحب نعيش ترونكيل على هالتشاقي وفيا نحب نعمل بونكيف شهل البلاد هذية ونحب نسألهم عاونوني وفهموني جيت في عجتهم غرفوني كلهوني العبدو للنظيف وما نحبش نتحندر ونعط منهم بالزيف ويعيتوا لي عندك العينين تحلو والصريق تجربة الباهين تدلو البيبان التربة القطعة يتخرو ويستنوا في الضربة سألت شنية الحلو لهذا يقول لي الهربة المدام تاعك يبحث معنا أوفر دواء اليوم. البيت وعلي وعلي الشمع شدوا راجل أنا بالصدر واو واو علي أو يا يحيك مرحبا مرحبا يحيك شو دخلك بالشركة؟ شكون السيدة ذي وش يعمل هنا؟ أنا مدير الشركة ساعدتي من اليوم ما عادش تخرج معي في حتى مهمة يا سي عثمان في طولي يا سي عثمان بجاه ربي سامحني يا سي عثمان وي شرطة معايا لقيت وين متخبي عنتر السبتي اهو عنتر السبتي عنتر شكون؟ شبيك لابس هكاك المرأة؟ سامحني علاش؟ فما قانون يمنع اللي نلبس هكا؟ أنت خطيبي أنا هو لحمة ولحمة عرض ناقص أنا عبد الحميد يزيد يطلع لي تقصد سي عمدر هذا سي عبد الحميد ترتفع الملمة والفهمة والشركة وانت ما تكسب شيء يا تفهم سي الشباب معناتها أنا واخر ريسك ومبيت مجرم قتل رواح في داري في الاخر نخرج إيدي على راسي شكون هذا سيرينا جايبك أنا راني الجنان تاع دار سي موسى في السبت وعمدر مش هو يقتل وانا الليلة تاع حاضر وريت شكون اللي عملها يا عمتي الحمد لله اخرهم باش تعرس الحمد لله عيشك عيشك تعرف ما تيتو جافيا جاني سقم العرايس يا زعاد يا زي عفاف راك ما عرستي الا ما صفرت الشيء وحمدي ربي هكا قلت شكون ياخذك راكي يا اختي الخايب تطلع كان خايبه هذاك هو لا فيريتي ماني جلطان هذاك هو ما يصيرش ربي اخويا عثمان شو نقول لك حاجه بالله كي يجي لا تصعبها علي احنا رانا مازلنا صغار في عنفوان شبابنا ونكونوا روحنا وحدنا بربي يا عمتي خسارتك ساعه بابا قال باش يعمل لكم سوربريز الحق اي شنو هي السوربريز باش يكري لكم صاله العرس عيش خويا عيش اختي ما نكري لكش وين الصاله في لاك دو الله لا تربحك وانا من جاري الفلوس موظف انا راني موظف انا اخي خساره في اختك ايه خساره فيك خاطر مش تقعد جمعه ولا جمعتين وتطلقي فلوس ملوحه كيكه في الزبله خويا غير مني وزابي دخانه شو نحل ليه خليني انا نحل يا بنتي صلي على النبي مشيش تحلو مغادي يفصح لا خليه يدخل على الاقل نحصلوه نجم نجبد عليه فرد المهم يكتب عيش خويا تحرمنيش من لحظه نستنى فيها سنين نحب هكا انا نحلو الباب كالوهره ولبس كوستيوم وشد خبز الكاتو بوك النوار يا ربي حنين انتي برا عاد الباب يدق الباب يدق وقلبي يدق انا عفاف بوقبه واليوم حبي جاني هاو جاي يخطب فيا من خويا عثمان حبي جاني هاني جيت حبي جاني هاني جيت هاني جيت
عمتك عجوز متصابية. مساء الخير حبيبتي. شكون؟ حبيبتي حبيبتي. هي أبرني جمالك أنا. جمالي. جمالك أنت. منشي. يا أخليني. أشكال. تيجي لهنا عشان الأشكال اللي طيحني بها ربي. أما أشكال هذاك منشي دون جوا. أنا بيدي شديت أربع مرات في قضية تحايل على البنات. قداش لحالك فلوس؟ ليه ما نحليش فلوس؟ هاي الحمد لله. أما مثل توكيل على الكونت تاع البوسطة مش إزازة الدار ويهزني جزر المالديف. ومش نهزك أنا من قطة ونجيبك فاهم جزر المالديف. مال بهامة واحدة كم تاجي والأخرى جزر المالديف. عايشك يا عمي جمع. عايشك عايشك يا عمي جمع. عايشك 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 يا عمي جمع. عايشك. الله 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 صارت لاطي. عايشك يا عمي جمع. من فضلك ما تخش علي. عايشك عمي جمع. انا راني مرا محترمة. مرا محترمة وهي مجدودة بالكمشة. يعيشك يا عمي الجمع. نبهوني قبل قالوا لي رد بالك راهي من برا زعمة زعمة ومن داخل من داخل الطفلة هذيك. يعيشك يا عمي الجمع. هي انتي لحظة مش كريم دارهم كل كل معروفين دارهم. يعيشك عم الجمع دار الكل. اختها نرجس في فوين يعيشك عم الجمع. نرجس اختي يعيشك عم الجمع. هي نرجس اختك يعيشك عم الجمع. تسمع فيه نسمع نورمال يا اخي نحكيو بالحقيقة. وانتي عم الجمع يا اخي ما عندكش لوكال؟ لا وليدي هي دخلتني هوني. هي هاي خويا الشركة بتاعها عملتها لوكال. يا ناس شوت عليها. هل عايشك يا عم الجمع؟ انا عملت لك شركة لوكالة. هاي انت ما لقيت هول باش تولي عايشك عم الجمع تو. شنيا نولي انا نولي عايشك عم الجمع يا راجل ونص صاحبي ما نتحقرش انا. سامحنا عم الجمع. اسمحوا لي. لا لا سامحني لبرا. لحظة عم الجمع وجهك مش غريب علي. اباري عايشك عم الجمع مع الفتاة هذه قبل وين قبلنا في عايشك عم الجمع؟ يا ولدي عم الجمعي هذاك الجنان بتاع داركم هو اللي شاف شكون قتل ليله السهريه. وش؟ وين القروش ومش قريب علي؟ عم الجمعي الجنان عم الجمعي جيت باش نهرب ربي عم الجمعي تعرف شكون قتل مثبت يا عم الجمعي؟ عم الجمعي مستعد تشهد معايا؟ اي تشهد معايا؟ اي يعيشك عم الجمعي يعيشك عم الجمعي يعيشك عم الجمعي يرحم والديك. هاك وليت عايشك يا عم الجمعي؟ وليت انا من قبل مني صغير يعيشك عم الجمعي وهو يعرف. يعيشك عم الجمع. عايشك يا عم الجمع. عايشك يا عم الجمع. اه بالسياسه يا عم الجمع. يا عم الجمع عم الجمع مش كل اللي تحمست شويه باش تدلنا خاطر بشجر معايا. اش بيك عم الجمع؟ بلي سامحني هيك عم الجمع شوي. اسمح عنتر عجبتك الفازه اللي عملتها لك؟ شفتي الله راحه؟ اي خاطر تحبني انت وتحب تبين الحقيقه وتقف معايا. باهي وين يعيشك عم الجمع؟ هذا اللي بيك انا راني ما نحشمش حكيت عايشك عم الجمع نورمال قدام الناس الكل. اي عم الجمع قلبتها فمها. عم الجمع مش انت دي مش انت. فيتوري اه عارفي ريتها السرد سبور هذية. والله فكرة يا عارف فكرة باش تذوب شوية حتى هي كرشي لازمها قرار هدم البلدية. شبه كرشي؟ الفضلك عارفي كرشك مواتيتك على الاخر. اسمعني مليح ننبه عليك اليوم لنحب للتليفون لفيسبوك تفهمنا؟ باهي باهي عارف يتهنى حتى هي ترواجي مقصوصة. اغزلي فيتوري انا حاسبك اخويا الصغير واني باش نعطيك فرصة باش تصلح الغلطة متاعك متاع المرة اللي فاتت. انا عارف لهنا فما عصابة متاع مخدرات في السرد سبور. فهمت هالحكاية يهربوا في المخدرات في السبيدريت متاع الكورة. في توري سالدو سبور مسكولاسيون يدزوا في الحديد المخدرات يهربوا فيهم في حكوك البروتيين. فهمتني؟ فهمتك. هاي عارفين يهدوا عليهم. شكون باش يهد عليه؟ انا وياك. انت باش تهد عليهم يا في توري وحدك تثبت لي جدارتك تثبت لي اللي انت بوليس بالحق. تهنى عارفي الشرطة في خدمة الشعب نحن دورة القانون والمؤسسات نشدوهم نجيبوهم تهنى الميسيون هذه انا عارفي نستنى فيها وقتاش تهنى.
براس امك وين ماشي؟ باش نمشي نشدهم. شكون باش يشد؟ تو نشدهم الكل والبحث يجي بعرفي. البحث يجي. هو رئيس العصابة. شكون هذا عارفي؟ خويا فيتوري. عارفي؟ عارف خوك ما رحمتوش مقواك يا عارفي مقواك. فيتوري؟ نعم. هايك السلد سبور برا يمشي يشدوا. الله يبارك. الله عارفي خوك ما رحموش. ليميسيون. اخدم على روحك اخدم على روحك دز على روحك ماكش انت. ماكش انت طبيعي هذا طبيعي. ايش تعمل انا؟ ايش تعمل انا في وسطك؟ ما تخافش لا ياكلوك. اخدم اخدم على روحك. يعطيك على قد بدنك اخدم على روحك. انت هو انت تحت الايقاف تو نوريك كيفاش. هاي اعطيني كل الدين. هاي في بالك الدوله مسيبه هي. صحيت يا رجال صحيت 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 صحيت. هاي تبعني المركز. هلي عليك عودة الدولة ليش عملنا لك؟ علي مصحة عليها أنا بيك عليها هكا عليها. أنت نسيتي تو شو استعمل معك العنف؟ تو نوريك كيفاش. يرحم والديك يرحم والديك يرحم والديك. برس امك برس امك برس ميمتك. والله هبتك والله هبتك. شد معايا وتسلك. الحمد لله يا رب الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا ربي يا ربي معاك. عنتر شوف شوف يا بنتي نعرف الفيو. انا الشركه هذه اخترتها لهنا على خاطر الفيو هذيك. يا ولدي الفيو هذي اقوى. شوف شو فهم الحاكم ما مالك. ما تخافش عنتر ما تخافش صعبه تسلك كمان. خوفا نجيبها لك هنا قطنا. مسوس هذا. يا عربي يا عربي يا عربي يا عربي. ايش بيعسيك؟ ريت عنتر. عنتر شكون؟ عنتر السبتي. عنتر السبتي يا عارفي عارفي شكون؟ تهامي تهامي ثبت اللي هو عطر سبتي. ريته بعيني الزوز. تهامي مشي شي يقتلني. لا لا يا عارفي شفته في البير ويحكي هو ومنه. يا ودي بثبت بثبت ريته بعيني الزوز. يبسطك فش تستنى مش تكلم الشرطة. انا كلم الشرطة؟ لا كلمني الرستوراه خلي جيب الزوز مقلوب. يبسطك ايه. الو عارفي يا عارفي كسكروتك تحبه بزي دهريسة؟ كسكروت شنو هي؟ مش قلت يكلم ريستوران؟ هات التليفون هات. الو شرطة؟ عارفي اخرج لبرا. ايه اقسم بالله من الصباح لك كل شيء صعب الشفاس يا عثمان. ساعد يا سي عثمان قضيتك حاضرة يا رب. ايه هات
نمرو؟ لا عاد النمرو نهبط دقيقة نحسب فلايساتي ونمد لك النمرو. ما الثقة؟ لا فما ثقة من البارح بالزهر تفرج في فيلم حل فليجة يلقى فيها الجرايد. ترى فليش نقرا في الجرايد. هاي القهوة سيد من لازم أول. الحساب الكل موجود لداخل. المجرمة هذه عندها الروح كالذبانة. القهوة كلها سيفيل. ليش ندخل وحدي واستناوني هوني؟ انتم عندكم مزاجكم. هيا تحفون. جي معي كلمة ما. أقل حركة منك ومن رجالك فرغ فيك سلاحي. قضيت عليكم جميعا. يعطيك الصحة. احتراماتي السيد الملازم الأول. سي عثمان، سي عثمان، ايش ايش سي عثمان شدينا من كل. تحيات السيد الملازم الأول. احتراماتي السيد الملازم. عثمان، في القضية عندك أنت تخدم فيها؟ أي كنت عندي 15 يوم تقريباً نتبع فيهم من بلاصة لبلاصة، وكنت اليوم بالذات كنت باش نبعث لك لي رابور. أما تبارك الله تبارك الله عليكم، وأنتم ما خليتولي ما نخدم والله. احتراماتي. هاي نست ربي معك. شبيك يا عثمان؟ يا عثمان كنت باش نشري دار، كنت باش نشري دار. رأيك الله يرضى. يا سعد فرحان شدت القضية. كون القطو، كون القطو كيف الحامل شدت القضية. كون القطو زيد افرح. اش فما يا سعد؟ اخرج اخرج من قدام، اخرج من قدام. الله ياكك. انا هو البيرو. هو البيرو اهو. ساكر فمك. دخلت في سيت العقيد. هو البيرو سيد الوكيل. ثبت له عن ترسبتي؟ شو عن ترسبتي؟ شفته بعيني الاثنين، لبس كبش حمراء وسبيدر يحمر. تسكر فمك، دخلت في السيت الملازم؟ أنا ريته عن ترسبتي لبس كبش حمراء وسبيدري أحمر. أحمر. عندك فكرة مسلح ولا لا؟ لا عادي كيكم من عارف. تسكر فمك، دخلت في السيت الجريان؟ عن ترسبتي مجرم خطير أكيد، راه متسلح أخطر سلاح. يديك الفوق، قلت لك يديك الفوق. عند رسبتي قابط على الكيبل. شكوكم انتم؟ مش فاهمة. شكون هذا؟ هذا عايشك عم الجمعي، يخدم في شركة عنده 40 سنة. تسخيلونا نلعبوه؟ شكون منكم طلب الأمن؟ ها؟ هو طلب الأمن، قال القانون لازم ياخو مجرى. يا قصدتك مش أنت هو اللي طلبت الأمن؟ أما أنا عارفي مش أنت طلبت الأمن وقلت القانون فوق الجميع وقال راهو عادل في الشركة وبالأمارة سيد الملازم صوته مسجل عندك. أي شباب أي شباب. بلاغ كاذب، باش تعدي بحذانا ليلة يفهموا شوش. مرسمك راني رجل أعمال معروف. ما تخافش بابا، حتى احنا عندنا جناح ليكس غاديك وكونفور خاص برجال اعمال. قلت لك ايجي. الله يبارك لك التواب سيد النقيب. نجم نمشي نعمل دوش خاطر اموري كل دخلت بعضها. تحرك تحرك يا العدل. يا اخي العدل لا ترجع التواب يا عادل. تجيب لك كاسكروت وباكو دخان. يحيى العدل. بسم الله الرحمن الرحيم. نحب نكرمه في هذا اليوم
زميلكم اللي ما عندوش برشا معنى، لكن أبا إلا أن يكون في عملية استباقية ونوعية وساهم في القبض على عصابة من أخطر المجرمين في تونس، وبكل محبة وبكل سرور تصفيقة كبيرة على زميلكم الفتوري. شكرا شكرا، بارك الله فيكم، جزاكم الله كل خير. اتفضل بحذايا سي الفتوري، بارك الله فيك. يعيشك السجلان. يعيشك. وبالمناسبة هذه سي الفتوري باش يلقي كلمة، لو كانت تفضل سي الفتوري. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحب هذه المناسبة السعيدة نشكر زميلاتي الإناث والذكور اللي وقفوا معي، ونحب نشكر سي عثمان اللي لولاه لما وصلت لهذا الإنجاز العظيم. أنت سجلان لا تستحق الشكر، لا تستحق التقدير، لا تستحق الاحترام، بل تستحق أكثر من ذلك بكثير. دع سجلاني، سجلاني. سجلاني. نعم. نحب نبكي. بكي يا خوي. سجلاني. لأول مرة نتكرر في حياتي. واليوم حاسس سجلاني أني ساهمت ونفعت بلادي تونس. تونس. الخضراء. خفف الخبزة. أهيمو بتونس الخضراء. أعميني. حباً فاق عن ظني، هنا أصلي وميلادي، هنا أهلي، هنا سكني، بالأمن والأمان يحيا هنا الإنسان وتنعم الطفولة. لفي ليه هزرب هزرب امشي. نحب نشكر أمي، نحب نشكر بابا، نحب نشكر إخواتي، نحب نشكر ولد عمتي اللي يعيش في إيطاليا بالتحديد في 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 ليون، ونحب نشكر صاحبي الربعي اللي يعيش في ليبيا يخدم في الجبس، ونحب نشكر زاد زيني عاد تشنو تو باش تذلنا على أربع مرابيط ساهمت في شدانهم حالة ذي. صخر 34 صخر 34 خط العمليات العصابة اللي شدها الفتوري سايبوها يا أخوي. صفا هكا اي افق علي الحظ سجلين. بالله مازال عندي شويه شكر، يتغشوا علي والله يتغشوا علي. راه الله يخف الخبز. بارك الله فيك. نحب نشكر سيدي المدم اللي قراني في الكتاب، ونحب نشكر زادة رضا اللواجيست اللي جابني للكونكور. سجلين يا سجلين، مازالوا 80 يا سجلين، كما نشكرهمش يتغشوا علي. يا سجلين سجلين يا سجلين. هرما هرما هرما. مع بعضنا العشاء فطور القائل وكل شيء ماذا بيا معك. عايش حبي ميرسي. ما غير مزيه راك انت الحب بكل. عايش حبي تراه باللي ما طلعتش بيك جمله انا اليوم. مش فاتن هذيك بالتناتن وذاك شكون زعما؟ لقيت ابو شهاب. قدوس حاسيلو مش متوحشك على الاخر، تو باش نعطيك كادو نتاعي. قوم بعينيا. اوبا. يو دماغي. ها هو الكادو نتاعي. نوار. يا ربي حني. ايش حبي انت يا زين منه صدقت يبوس فيه يبوس فيه يا عفيفي انت شد النخله يا عفيفي ويبوس فيه صدقت قول لك هاتو تلاره تشاو تشاو هاي عايش الزين خطيبي وقربة تعشقو كرامة خطيبي يا رب فاتك بتنات عند خطيبي بابا جبتي الشيخ بوجبل شكونو الشيخ بوجبل يا عفيف خيتي الشيخ بوجبل يديه جمدوا الماء جابوا لي يصحف على ركيبو يا فاتن ركي يا اختي يا فاتن راني نحبك راني نموت عليك ركي عين من عينيا يا فاتن وين يسكن بوجبل أبو جبلة أنا ما نحب نعطي نمرو لحتى حد مار راك الروح والروح أنا وياك ما عذاك علاش على خاطرك كما أختي ومتربين مع بعض هاش باش نعطيك
الكارد في زيت امشي له في ظرف شهر وتبدا متصدره ونحن يا ببحي ببحي ظهري روحي يا فاتن يا فاتن الكارد في زيت الكارد في زيت جبل 707 فروزبي يا بو جبل عندك الحل يا بو جبل تخضر هرايا قدامي يا بو جبل تحل حبي وجه بو كبه يا بو جبل عافيه فوقك اقعد 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 هلو عفيف بي عندي كارت وبرميل والديناري والحيه عندي ترح عجين مش وقته عفيف عفيف عندي ليك اوفر دوخ الاوفر اللي عندي رجال لايت بدون سكر لايت كالتليفون بالضبط تصب ديناري حبك دقيقه تصب الفيني حبك دقيقه دين نعم نعم معناها انت تحب تعديها عليا انا ماكش عارف روحك مع شكون تحكي يا سيده تحكي مع متر بو كوبا يا سارق عيب عليك يا متحيل عيب عليك يا عراف سيبالي. رغم هنيت هذوما الكل باش نعطيك درجين لايت بلاش من عندي وانا الدرجين والحكم باش يجي كرفتك نطيح فيك عفيف هابي بيرثدي تو يو تقلب منظرك شو الحالة ذي بس 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 اما يا عفيف ظهر فيه بو جبل ذي يديه تجمد الماء هذي كل مرة بس بس سلامة سلامة انت فتاة احلامي سبا مرجع سمعني بالرسمي انت فتاة احلامي بالرسمي هون العرس اش نعمل انا هون شكونك انت انا متر بوكب انت تو كنت تقولي انا فتاة احلامي انت فتاة احلامي انت كشمار دينتي لطف مخيبك يا فارس احلامي يا فارس يا مشكون شكون يصب لي 2500 من عند بو جبل لايت يا عم جمعي معمولك الربي عرضت لك جارب يا عم جمعي حياتي بين يديك انت تعرف شكون يقتل اي نعرف الحمد لله يعرف شكون يقتل بيه تنجم تقول لنا شكون يقتل يا عم جمعي هي يقول لكم ولا لا باش يقول لنا باش يقول لنا الحمد لله يا ربي الحمد لله بيه عم جمعي شكون يقتل والله سخفتني والله طفله صغيره ومزيانه الساعه بيه صغيره ومزيانه فهمتك يا عم جمعي عم جمعي خذ لحظه تفكير اسمعني راه دوب متسلك راك شاطين حثويله توقف حثويله تو برد صمت ما خسر باش دوك قلت الحلوه باهي مش وعدتك انا قلت اقسم بالله كي نسلكها نبعث لك ماده ب 150 دينار صيبني 150 شنو 150 دينار اش بيه مخبيك على مرتك انا هذه جريمه قطره معترفنا في 100 مليون 100 يا كذاب يا قطر عليك اش تفهمني 50 اقسم بالله على كذبك لما نعطيك 20 عم جمعي يرحم والديك واختصر اختصر شكون اللي قتل لي عم جمعي؟ تجم تجيب لي سيجارو؟ هك يا عم جمعي يا عم جمعي تعمل لي في السسبانس يا عم جمعي برا جيب له سيجارو اخويا هك 200 200 منين جاني؟ زيدهم على 20 مليون باش تاخذهم اسمعني هذا الشاهد هذا هو الشاهد ما تسيب سيوان تفد ليك راك مبدل في الجو وين؟ يا عم جمعي تسمع فيا ايه ايه عم الجمعي السؤال واضح ايه؟ شكون اللي قتل لي عم الجمعي الطفله الصغيره المزيانه هاي عنتر شنو ايش عبت لي في الزياده توا يا زياده وقت زياده توا يا اخوي نحب زياده في شهريتي باهي سامحني اسمح سامحني البرة بالله اي والله اخرج عني ما تدزش يا عم الجمعي خباب شكون اللي قتل الطفلة الصغيرة المزيانة عم الجمعي هكا باش نعود نقولها لك انا الجملة هيا الطفلة الصغيرة المزيانة شكون قتلها يا عم الجمعي هاك ما قلتش انت الله يرحمها الله يرحمها يا عم الجمعي باش نعود لك الجملة الطفلة الصغيرة المزيانة اللي الله يرحمها يا عم الجمعي شكون اللي قتلها هي انا نعرف شكون اللي قتلها وها عليا انت قول لي اخي ما كشعتي فلوس والدي ولا شني باش نعطيه باش نعطيه باش نعطيه باش نعطيه انا ما نحبش فلوس شخصيا ما نحبش فلوس اذا بيه تبعثني للعمره وتبعثني لتركيا تهنى انت باش نبعثك ولدك باش نبعث باش نبعثكم الزوز الراجل ما بيه ظهر فيه ناس طيبه هالجمعي معرس وخي ايه بعثك زيد وش بليز
جمعي تسمع فيا جمعي؟ نسمعي. اقسم بالله اقسم بالله تو باش تقول لي ديريكت باش تحسب لك ثلاثه وتقول لي شكون اللي قتل ما غير ما تقول لي الطفله المزياره الصغيره الله يرحمها انا قلتها لك تو تقول الاسم ديريكت شكون اللي قتل الله يسديها واحد اثنين ثلاثه عايز يا جمعي نضرب جيزوس كيلومتر باش جبتك السيجار كثر خيرك خير خليك شكون قتل ولا مين قال لي شكون اللي قتل توا نجم نقول لك شكون اللي قتل قول يا عم الجمل قول يا عم الجمل شبيه يا عم الجمل يا عم الجمل شبيه كسبان يجي بالصبح يا عم الجمل يا عم الجمل يا عم الجمل يا عم الجمعي لبس ولا لبس لبس شايبه ميت ها خلطت على الطفله الصغيره المزيانه الله يرحمها يرحم علاش عملت لكم حبوا تركبوا هالي ومشاكلكم والله لا يمتعي نحب نعيش ترونكيل على هالتشاقي وفيا نحب نعمل بونكيف شهل البلاد هذية ونحب نسألهم عاونوني وفهموني جيت في عجتهم غرفوني كلهوني العبدو للنظيف وما نحبش نتحندر ونعط منهم بالزيف ويعيتوا لي عندك العينين تحلو والصريق تجربة الباهين تدلو البيبان التربة القطعة يتخرو ويستنوا في الضربة سألت شنية الحلو لهذا يقول لي الهربة